السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي اشترك في ايفنت موجود على الفيسبوك، وازاي افعل التنبيهات بحيث ان كل ما يحصل حاجة يجيلي تنبيه بيها؟ اول حاجة اعملها ان انا هقول له ان انا عايز احضر جوينج، وبعدين كده ادوس على انترستد، فيبقى عارف ان انا مهتم بالموضوع. وهاجي هنا هقول له من الخصائص ديت نوتيفيكيشن سيتنج، فهو بيديني اربع اختيارات: اوف مش عايز اي تنبيه، هوست ابديتد اونلي، هايلايت الحاجه اللي لازم تكون حاجه كبيره، والنوتيفيكيشن دي افضل حاجه بحيث ان كل ما تحصل ابديتد يجي لك. طبعا الحمد لله في اريبيا ما بنعملش نوتيفيكيشن غير قبل المحاضره مثلا بربع ساعه بخمس دقائق، فما بقاش فيه ازعاج، ما بقاش كل خمس دقائق كده تلاقي فيه تنبيه. فدي احسن طريقه بحيث ان اي حاجه تحصل يجي لك تنبيه بيها، وقبل المحاضره بشويه بنروح بعتين بوست بحيث يوصل للناس كلها.